يا معتصم. نعم يا أبي. يا بني نحن سندخل في الأيام العشر الأخيرة من رمضان إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. قل آمين. آمين. وهذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان يا معتصم هي أيام عظيمة، لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل. هذه الأيام يا معتصم يسن فيها الإكثار من العبادات، لا سيما لياليها هي أعظم ليالي الدنيا. ففي الليالي هذه يسن الإكثار من القيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال. جيد؟ فهذه الأيام يا معتصم لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل. فعندما يأتي رمضان في الأيام الأولى من رمضان يكون الإنسان المسلم عنده همة فيعبد الله عز وجل بهمة عالية، ثم تضعف همته تدريجيا حتى يصل إلى العشرين من رمضان. فعندما يصل إلى العشرين تدخل هذه العشر الأخير من رمضان، فينبغي على المسلم أن يرفع من همته ويزيد من عزيمته للعبادة إلى الله عز وجل في هذه الأيام حتى يحصل على الأجر العظيم إن شاء الله عز وجل. هذه الأيام يا معتصم كما قلنا هي أيام عظيمة، هل تحفظ فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحفظ أن الملائكة تنزل فيها. جميل، هذه في ليلة القدر سنتكلم عنها بعد قليل، ولكن هل تحفظ حديثا في أفضلية العبادة في العشر الأخير من رمضان؟ نعم تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وعن عائشة صلى الله عليه وسلم. جميل، هل يوجد حديث آخر بخصوص الأيام العشر أكثر؟ نعم تفضل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، جميل صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد من العبادة في هذه الأيام العشر الأخير، شد مئزره يعني ماذا؟ كناية عن شد العزم والجد في العبادة ومضاعفة العبادة في هذه الأيام العشر. صحيح؟ صحيح. وكان يوقظ أهله يعني يوقظ نساءه وبناته صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله عز وجل ويترك النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى هجران النوم إلا القليل حتى يتقوى المسلم على طاعة الله عز وجل في نوم يستطيع معه أن يقوي جسده على العبادة. نعم، وكان أيضا يذهب إلى المساجد كثيرا لكي يعبد الله. جميل، أحسنت. هذا يأخذنا إلى عبادة الاعتكاف، عبادة عظيمة مهمة. نعم. ماذا يعني الاعتكاف تعرف؟ اعتكاف يعني بقاء في المسجد لعبادة الله وقراءة القرآن والصلاة. أحسنت يا بطل، هذا هو الاعتكاف، المكث في المسجد، وأن ننوي نية الاعتكاف، نويت الاعتكاف في هذا المسجد لمدة 10 أيام مثلا، أو نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. جيد، إذا كان الوقت قصير مثلا. فهذه العبادة عبادة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في المسجد في العشر الأخير من رمضان سبحان الله. فهذا توجيه نبوي وهدي نبوي عظيم بإذن الله عز وجل. فإذا كان يوقظ أهله وكذلك يحيي ليله بالعبادة بالقيام بقراءة القرآن، وكذلك تشرع معتصم ويسن الإكثار من الصدقات في هذه الأيام العظيمة. كان يتصدق على الفقراء كثيرا صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت يا معتصم. فإذا يا معتصم كذلك هذه الليالي فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر. أحسنت يا بطل، هي ليلة القدر. ولكن متى ليلة القدر يا معتصم، هل تعرف؟ إن شاء الله. إيه إن شاء الله تعالى ستأتي ليلة القدر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها في العشر الأخير من رمضان، فقال التمسوها في العشر الأخير من رمضان، يعني قد تكون في أي ليلة، في أي ليلة من هذه الليالي العشر الأخيرة. نعم. لذلك الإنسان المسلم يحتاط فيكثر ويضاعف العبادة في كل هذه الليالي حتى يدرك ليلة القدر. ولكن أتت بعض الروايات خصصت أنها قد تكون أرجى، يعني قد تكون أرجى، يعني أرجى قد تكون إحدى الليالي الوترية مرجحة أكثر من غيرها من الليالي غير الوترية. جيد، فتكون قد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة الثالث والعشرين، وقد تكون في ليلة السابع والعشرين، قبلها ماذا؟ الخامس.
إذن الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، أو السابع والعشرين، أو التاسع والعشرين. وليلة التاسع والعشرين يا معتصم يغفل عنها الكثير من الناس، يركزون الناس على إحيائها في ليلة السابع والعشرين وينسون باقي الليالي الوترية، وقد تكون إحدى الليالي الوترية. جيد؟ رغم أن ترجيحها قد يكون أكثر في ليلة السابع والعشرين كما أخبرنا سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. جيد؟ فقد تكون في ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين، أو قد تكون ليلة التاسع والعشرين. فإذا انقضى الناس من ليلة السابع والعشرين يهجرون العبادة أكثر الناس، والله المستعان. لذلك الإنسان المسلم قد يحتاط ويبقى عنده احتمال أنها قد تكون في هذه الليلة، في ليلة التاسع والعشرين. طيب يا معتصم، ليلة القدر الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة سماها سورة ليلة سورة القدر. سورة القدر، أحسن. هل تحفظها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، أحسنت يا معتصم، ما شاء الله. إذا ليلة القدر يا معتصم ليلة عظيمة جدا، هي أعظم من كل ليالي الدنيا. قال العبادة فيها لوحدها خير من عبادة ألف شهر، عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني تخيل أن يأتي مسلم فيعبد الله عز وجل ألف شهر، عبارة عن ما يقدر بثلاث وثمانين سنة. تخيل عبادة 83 سنة يعدلها أو يفوقها في العبادة ليلة واحدة هي ليلة القدر، سبحان الله العظيم. جيد؟ سبحان الله. وهذه قصة وردت في بني إسرائيل. كان رجل بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر في سبيل الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه القصة. فاستثقل الصحابة هذا الأمر، يعني هذا قد نال أجورا عظيمة ونحن أعمارنا قد تكون دون الثمانين يا رسول الله، كيف نصل إلى هذه المرتبة العظيمة؟ فقال فأنزل الله عز وجل سورة القدر، وهذه سبب من أسباب سورة أسباب نزول سورة القدر. فأنزل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادتها يفوق عبادة ألف شهر، سبحان الله العظيم. وهذا من كرم الله عز وجل وعظيم فضله سبحانه وتعالى، يكافئ على القليل الكثير سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، سبحان الله العظيم. فهذه ليلة القدر يا معتصم. وأخيرا يا معتصم، في هذا الوقت الطيب المبارك، ما رأيك أن ندعو الله عز وجل لأنفسنا ولإخواننا؟ نعم. لعل الله عز وجل ينفعنا بهذا الدعاء. نعم. ما رأيك أن أدعو أنا أولا فتقول أنت آمين، ثم أنت تدعو أنا أقول آمين؟ نعم. يلا توكلنا على الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، حاجة إلى غيرك لا تجعل لنا. من شر خلقك اللهم سلمنا، عافنا اللهم واعف عنا يا خير العافين والغافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وأغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدور عندك يا معتصم. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. آمين. ولا مظلوما إلا نصرته. ولا ظالما إلا قضيت عليه وقصرته.
رحمتك. آمين آمين آمين. ولا حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. آمين آمين. يا مجيب الدعوات. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. يا رب العالمين. وثبت. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا معتصم. وإياكم. اللهم آمين.